برقبتي. لكن برضه هنفذ كل اللي هتقول عليه. انا اللي هقفل الشباك قدامك، وانا اللي مش هعدي باب البيت، وانا اللي ممكن ارمي نفسي في البحر لو عاوز. بس حضرتك ما تزعلش، ما يجرالكش اي حاجه بسببي. انا خلاص خلاص مخي اتلخبط، مش عارفه كل ده بيحصل لي ليه. مش قادره اصدق ان ابو صبيحه كان جاي طمعان انه ياخد مننا فلوس. مش قادره اصدق. صبيحة، ايه اللي جابك بدري كده؟ ابويا يا حضرة العمدة، ابويا هيتسجن. وعلشان كده كسرت كلامي وجيت على هنا؟ هو في امر من السجن يا حضرة العمدة؟ وبعدين بقى ماني متفق معاها على كل حاجة. ايه، هو اللي بعتك؟ لا، انا اللي جيت لوحدي عشان خايفة. المحامي بيقول ان التهمه بتاعته مش سهله، بلاغ كاذب وازعاج السلطان. طب ما هو عارف كل ده من الاول وهياخد تمن. واني عايز ارجع في البعكولات. لا لا لا، ما عادش ينفع دلوقتي يا بنتي، ما عادش ينفع، لاني مضيته على وصولات امان. لو رجع في كلامه هيتسجن برضه، بس بوصولات الأمانة، ودي عقوبتها شديدة أوي. يعني إيه؟ يعني أبويا هيروح كده؟ لا هيروح ولا حاجة، كلها كام شهر ويطلع ويتمتع بالفلوس. خدي خدي يا ستي، خدي دول ليكي أنت وأمي. وده مشاوير افندي. ما جناب العمدة وصلها لحد الموقف يا ولا، وما تسيبهاش الا لما العربيه تقوم قدامك. بقى معقول احسبها غلط بالشكل ده؟ استفدت ايه هاني من الرسمه دي غير الشوشره على سمعتي عند اللي يسوى واللي ما يسواش؟ يعني ما لقيتش الا نظر الزراعه بتاعتي. ايه، انا ابتديت اخرف ولا ايه؟ هنيم. الله يهنيك يا زبد العرايس. استأذن انا بقى. ما بدري. بدري من عمرك يا ست دقيقة. عم صادق. ايوه. انا مش عارفة اقول لك ايه، لكن معلش اصبر عليا شوية كمان، وبإذن الله أول ما هاخد الفلوس بتاعة ترجمة الكتاب هدفع لك كل الإيجار اللي متأخر. ده كلام برضه. هي الدنيا طارت؟ ده الناس لبعضيها. ولا يا عروسه؟ مظبوط يا عم صادق. طب سلام عليكم. مع السلامه. الراجل ده صحيح مطول باله علينا، لكن معرفش ليه بيستظرف قوي كده. معلش هنعمل ايه؟ يعني لو رحت المدرسه يبقى حرام؟ مش جه اليوم اللي تعليمك نفعنا فيه كلنا؟ وبعدين يا رحمه زهقت بقى، زهقت. شكل البنات وهم رايحين المدرسة هيجنني. رحمة لازم تتجوز. وانا اقدر بس اعمل ايه؟ اكتر من اني فضلت وراها لما اقنعتها بالدكتور نادر، والبنت وافقت. وهو فين نادر؟ ده لا جه ولا حتى سأل عليك. والولد كمان معذور،
كلام الناس كتر. يبقى خلاص ما تقولش البنت لازم تتجوز، نصيبها كده بقى. مفيش حاجة هترفع راسي لفوق إلا إن حد يتجوزها. ماما ماما تعالي يا ماما، ثانية واحدة وهسيبك ترجعي على طول. تعالي. ايه اللي بتعمليه ده؟ انت عارفه لو بابا شافك. تعالي بس، تعالي بصي، شايفه؟ شايفه مين اللي واقف في الشارع ده؟ شفتي؟ شفتي لبس الضابط حلو عليه ازاي؟ وهم الطلبه في كليه الشرطه بيبقوا ضباط من اول سنه. الله بقى يا ماما. انت ايه حكايتك بالظبط؟ أول ما بتيجي سيرة مأمون. ماما ما تقنعي بابا بطريقتك إني أرجع المدرسة. أنا كلمته لكن ما قدرتش. طب تيجي نربي فراخ. بتقولي إيه؟ فراخ إيه؟ في عشة فاضية فوق السطوح وعم صادق وافق إن إحنا نربي فيها فراخ. ما تشتري لنا كتاكيت وأنا أربيهم وهم بقى يوفروا لنا في مصاريف الأكل. أنا مش فاهمة إيه العلاقة بين كلامنا عن مأمون وعن عشة الفراخ؟ اهو الاقي حاجة تشغلني يا ماما. ان كان كده يبقى ما عنديش مانع. ربنا يخليك ليها يا رب. راحة فين؟ هطلع السطوح عشان العشاء. الله، هو احنا لسه جبنا الفراخ؟ ما انا هطلع اوضبها، قصدي يعني هطلع انضفها لحد ما تشتريهم. انا مش فاهمة ايه سبب حبها في الفراخ مرة واحدة كده. معقولة اللي بتعمليه ده يا رحمة؟ من ساعة الحادثة ما شفكيش خالص. طب أعمل إيه؟ ممنوعة من الخروج ولا حتى أروح المدرسة، ده الشباك مقفول على طول. وأنا أول ما لبست البدلة فضلت رايح جاي رايح جاي، وقلت لازم رحمة هتلمحني، إن شاء الله من ورا الشباك. إيه رأيك في البدلة بقى؟ تمام يا فندم. منك لله يا صبيحة، تسببت لنا في مشاكل كتير. إن شاء الله أول ما أتخرج هقبض عليها وألبسها قضية. لا لا اوعى يا مأمون، اوعك تبدا شغلك بالانتقام من حد، لازم تكون بتحب الخير. ده انت جربت الظلم يا مأمون. الله الله الله، انت واخداها جد قوي كده ليه؟ ده انا كنت فاكر انك هتنبسطي لما تشوفيني. انبسط؟ انبسط ازاي وانا حاسه ان انا بسرق؟ ده انا خايفه من كل حركه حواليا. انت عارف ان بابا كان عاوز يجوزني الدكتور نادر؟ معقول؟ معقول يا رحمه؟ ما لقاش الا الكشر ده؟ هو ده اللي اتقدم لي. انت عارفه اول ما اخلص الكليه هعمل ايه؟ هاخد الشهاده واجي بيتكم على طول، ومش لازم بابا يوافق كمان. ما انا لما اخلص الكليه اقدر اتجوز على مزاجي بقى. لا اوعى تعصب والدك، اوعى. يعني لو انا اتقدمت لك وباباكي ما وافقش عليا هتسيبيني؟ مش لو والدك سابك تتقدم لي؟ ده محرم بيتنا حتى على مجد. لو ما كنتش لسه طالب، لو اقدر الاقي حد يقنع بابا ولين دماغه من ناحيتك. خايف اعمل زي العواجيز بيقول نصيبي كده. لا ده مش نصيبك، ده فعلك. انا شايفك وانت طالع على السطوح وعمال تبص عليه لحد ما لمحك وطلع وراكي. انا هنزل لابوكي، يا يعرف يحط حد لافعالك ديت، يا اما انا اللي هتصرف بنفسي.